بعد مشرفة العالم حضرتك، العالم حضرتك قدمته في المسلسل، اتردد لحضرتك هتقدم شخصية العالم أحمد زويل في مسلسل، فإيه حقيقة الموضوع ده؟ طبعا بعد المسلسل بتاع العالم الكبير دكتور مصطفى مشرفة التقينا بالعالم الكبير دكتور أحمد زويل وعمل تكريم لقصة المسلسل، وكان فرحان جدا ان في ممثل مصري قدر يعرف الناس يعني ايه علم، والحقيقة اخد قاعة في احد الفنادق على حسابه عشان يعمل التكريم ده، وكانت لفتة جميلة جدا منه رحمة الله عليه. وهو واحنا في اليوم ده يعني قال احنا ان شاء الله يجي يوم برضو ويتعمل حاجة عن أحمد زويل وعن الفيمته ثانية، قلت له ده يشرفني طبعا، وحضرتك عملت شيء رائع، اول حد ياخد جائزة نوبل في العلوم مصري، فهو طبعا يستحق، خصوصا ان الراجل ده حاجات كتير من اللي هو عملها احنا لسه ما عرفناهاش. يعني حضرتك مركز شويه مع فكره سلسله العلماء اللي انت هتقدمها، مع ان انت حضرتك جين جدا ووسيم، يعني ما اتجهتش للادوار الثانيه؟ لا انا بغير السنه دي، بغير راجع بفيلم ومسلسل والاثنين مختلفين تماما عن كل الادوار اللي عملتها. يمكن انا عملت شويه ادوار سيره ذاتيه، من كتر الواحد ما بينجح في لون الناس بتراهن عليه دايما في اللون ده، بس انا حاسس انه لا لازم الرجوع بقى، خصوصا بعد فتره كده بشكل انضج ولوك مختلف، عامل كمان شخصيتين مختلفتين تماما. يعني قول لنا تفاصيل مسلسل والفيلم، يعني الاسامي حتى. بصي هو مسلسل في رمضان لاختيار الجزء الثاني ان شاء الله، شرف لاي ممثل انه يشارك في هذا العمل لانه عمل وطني كبير جدا ومهم، والجزء الاولاني حقق نجاح فوق الوصف، فالحقيقه انا سعيد جدا بمشاركتي في الجزء الثاني. والفيلم خليه مفاجاه بقى، لان الفيلم ده يعني هتشوفوني بشكل جديد خالص، اول مره اعمل حاجه اللون ده. انت حضرتك في الاختيار اثنين مع كريم عبد العزيز واحمد مكي، يعني اثنين برضو نجوم تقال، يعني انت مبسوط ان انت معاهم في الاختيار؟ يا ترى هتبقى ارهابي ولا هتبقى ظابط؟ هتبقى بقى مش هنحرق الكلام. انت اي جهه اي جبهه يعني يكفي ان انا اقول ان الاختيار الجزء الثاني مع الرائعين كريم عبد العزيز واحمد مكي، والمفاجاه ان احنا الثلاثه خارجين معهد السينما قسم اخراج، دي حاجه الناس ما تعرفهاش. لا طبعا دفعات مختلفه، بس احنا الثلاثه دارسين اخراج واحنا الثلاثه بنمثل، وهم طبعا حفروا لاسمهم مكانه رائعه بالدورين دول في مسلسل الاختيار، وان شاء الله الدور بتاعي برغم انه مختلف شويه بقى انا عمال احرق اهو، بس هيبقى حاجه حلوه ان شاء الله ان شاء الله. طبعا انا ببارك لك عليه طبعا جدا. الله يبارك فيك وميرسي، وانا الشرف ليا طبعا مشاركه في عمل وطني، لان في حاجات كتير حصلت وفي بطولات عظيمه لازم نتكلم عنها، واعتقد انه الاختيار الجزء الاول كان بوصله فهمت كل صناع الفن في الوطن العربي الشعب المصري بيحب اني نوعيه واني مستوى من الاعمال الفنيه.